يلا بينا. ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى هنعمل مع بعض الملوخيه الخضراء واحنا مجففينها مع بعض بطريقه سهله وبسيطه. اول حاجه حبايب قلبي، علقنا على الشوربه بتاعتنا. كان عندي شوربه وصفيتها وحطيت ملح، حطيت فلفل اسمر، حطيت معلقه صلصه، وهسيبها بقى ايه تغلي. وبعد كده هنزل بالملوخيه وهحط ايه يعني معلقه بسيطه قوي او ذره سكر، بيخلي الملوخيه الميه نشيلها في الفريزر بيخليها تدي الخضار الجميل اللي انت لسه كانك عاملاها فريش. ويطلع بقى الملوخيه بقى من الكيس اللي احنا مجففينه. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. ملوخيه مش قادره اقول لكم على لونها وعلى شكلها، وان شاء الله طعمها يعجبكم. وفيديو ده سريع مع بعض كده، قلنا نعمله مع بعض بطريقة سهلة كده وبسيطة. وخلاص كده هسيبها بقى اللي هي هوطي عليها ان هي تغلي اول غلوة، وهروح بقى مع بعض عشان نعمل الطشة الجميلة بتاعتنا. وهنحضر بقى السمنة بقى والتومة وحاجتنا الحلوة بقى. يلا بينا هنشوف هنعمل ايه. احنا بقى سايبينها لحد ما تغلي. جبنا بقى الطاسه بتاعتنا بقى، وهنحط بقى معلقه سمنه كده حلوه قوي. عندك بقى سمنه فلاحي، اي سمنه متوفره عندك. وهننزل بمعلقه ثوم حلوه كده كبيره. وهنحط بقى، انا بحب قوي الفلفل الاحمر، هنحط بقى حاجه بسيطه كده من الفلفل الاحمر. وهنزل بقى بالكزبره بالكزبره الناشفه بتاعتنا. طبعا مش قادره اقول لكم على الريحه، تجنن. وهحمر بقى الله على اللون الذهبي الجميل بقى. ويلا بينا بقى عشان نعمل الطشة الجميلة ونقول بسم الله. حلو قوي اللون ده، تحفة. هنسمي الله كده ما شاء الله، الله اكبر. يا سلام يا سلام، انا جوعت بقى. يلا بينا عشان نتغدوا مع بعض. وبألف هنا وشفا، يا رب الطريقة تعجبكم. وعملنا الملوخية بطريقة سهلة وبسيطة، وهنعبيها بقى زي ما انتم شايفين كده. وبألف هنا وشفا عليكم حبايب قلبي، وما تنسونيش وتفرحوني وتعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب عشان يوصل لكم مني كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.